اهلا وسهلا بيكم مشاهدي الابيض تي في. النهارده معانا مغامره شيقه جدا هتاخدنا لورا في الزمن لعصر الفراعنه مع عالم المصريات بطل قصتنا محمد الابيض وزوجته ايمان والكلب الوفي جونيور، وكمان معاهم المهندس العبقري عبد الرحمن والساحر الغامض جوزيف. استعدوا لان اللي هتشوفوه النهارده هيغير مفهومكم تماما عن الاهرامات. يلا بينا نبدأ قصتنا. بدأت القصة لما اكتشف عالم المصريات بطلنا محمد الأبيض نقش غريب على جدار الهرم الأكبر. كان النقش ده بيحكي عن الهرم المفقود اللي محدش اكتشفه قبل كده. النقوش دي كانت بتتكلم عن أسرار مخفية جوه الأهرامات بتربط بين الحياة والموت، وأكتر من كده فيها مفتاح للخلود نفسه. وكان معاه زوجته إيمان اللي كانت دايما بتكون جنبه في كل مغامراته، وكان معاهم المهندس عبد الرحمن اللي استخدم مهاراته الهندسية لتحليل النقوش وتحديد مكان الغرفة المخفية. لكن المفاجأة الكبيرة حصلت لما الكلب جونيور اللي دايما كان عنده حاسة سادسة سريعة جدا بدأ ينبح عند جدار معين. بدأ بطلنا محمد الأبيض يحس ان في حاجة ورا الجدار ده، وباستخدام الأدوات الهندسية وطقوس سحرية من جوزيف قدر الفريق يفتح جدار سري. وراه لقوا ممر مظلم طويل، وكان الممر ده بيقودهم لغرفة هائلة مليانة كنوز وأسرار. وفي نص الغرفة كان فيه تابوت حجري غريب جدا، ولكن الساحر جوزيف حذرهم من فتح التابوت ده. ولكن حب الاستكشاف عند بطلنا محمد الأبيض غلبهم كلهم. لما فتحوا التابوت الدنيا اتغيرت تماما، نور قوي ملا المكان، ولقوا نفسهم راجعين في الزمن لعصر الفراعنة. الغرفة اللي اكتشفوها كانت في الحقيقة بوابة زمنية مخفية أخدتهم لعالم تاني، عالم مصر القديمة. وهناك اتقابلوا مع الفراعنة وعرفوا انهم اقتحموا سر خطير. السر ده هو سر الخلود. الفرعون اللي ظهر ليهم قال ان المخطوطة دي اللي معاهم هي مفتاح الحياة الابدية، وانهم قدامهم حل من الاتنين لازم يختاروا بينه، بين الاحتفاظ بيها او الرجوع لعصرهم. وكان الكلب جونيور واقف بحماس وكأنه عارف ان الوقت بيجري وإن الرجوع لعصرهم هيكون أصعب مما يتخيلوا. وباستخدام آلة الزمن اللي اكتشفوها جوه الهرم قدروا يرجعوا، لكن بعد ما حملوا معاهم سر أكبر بكتير من اللي كانوا متوقعينه. وفي نهاية قصتنا النهاردة إن القصة بتاعتنا لسه ما خلصتش. الأسرار اللي اكتشفوها جوه الهرم لسه مستنية اللي يكتشفها. تابعونا على الأبيض تي في عشان دي مجرد بداية مغامراتنا اللي مليانة غموض وتشويق. انتظرونا.